تعالوا النهاردة نجرب آيس كوفي مراعي دينا الجزء الثاني. بعد فشل الجزء الأولاني وكان حرفيا زبادي، كوفي أصلا ما كانش مراعي دينا خالص، وكان ناس كتيرة جدا جدا قالت لي إن هو أصلا بايظ ومنتهي الصلاحية وإن هو أغلى أصلا من 7 جنيه والكلام ده، فأنا قررت أجيبه تاني وأتأكد من تاريخ الصلاحية. وهنا المفروض معمول 1/1/2022 و7 أيام صلاحية، وإحنا النهاردة 4/1، يعني مفيش أي حاجة لمراعي دينا دلوقتي. في برضه ناس برضه قالت إن هي مش اسمها مراعي دينا، اسمها مزارع دينا، وفعلا هي فعلا اسمها مزارع دينا يعني، ولكن انا بقول عليها مراعي دينا، واطالب الشركه انها تغير اسمها وتخليها مراعي دينا، عشان خلاص انا اعتبرتها مراعي دينا خلاص. فكره بقى ان هو ب9 وب10 وكده، لا يا صاحبي، انا جايبه من مكان تاني خالص من المعادي ب7 جنيه برضه. فانت محتاج ايه؟ شوف كده الناس جايه بتبيعه لك ب9 جنيه وتتصل بقى بحمايه المستهلك يا زميلي، لان انت بيضحك عليك وش يا زميلي وش. طيب نجيب كوبايه تاني ونعيد التجربه للمره الثانيه ونرجه برضه. المره اللي فاتت فار مني، فايه هو المفروض ترجه كويس الاول. نفتح بقى ايه ده، يعني ادعي ربنا ان هو ما يفور. ايوه كده، ايوه كده، المره اللي فاتت يا باشا كان بيفور يا باشا وبيعمل حاجات غريبه كده. انا متعود اصلا على ده، انا مش ده اول مره اجربه معاك وكده، لا انا عارف اصلا طعمه وعارف دنيته كلها، ولكن المره اللي فاتت كان مختلف شويه، كان بايظ زي ما الناس كانت بتقول يعني. طيب نصب، ده شكله ايس كوفي عادي خالص خالص حرفيا. ندوق بقى، بسم الله. يا اليسون، يا اليسون، يا اليسون، يا اليسون، يا اليسون. حلو وحلو قوي حرفيا، يعني هو حرفيا انا بجيبه كده في اوقات اللي هو فكره داخل امتحان، داخل محاضره، داخل عايز استقنيس كده يا زميلي، بقوم جايبه وافضل اشرب فيه بقى بق بق يا زميلي، وكل بق بقى بيوديني عالم بقى. والناس اللي بتقول ايس كوفي في الشتاء، عايز اقول لك يا صاحبي احلى حاجه اصلا ان انت تشرب ايس كوفي في الشتاء. طبعا لازم تجربه، لازم يعدي عليك في يوم كده، انت لو لقيته قدامك لازم تجيبه وتجربه. في بقى تقريبا ليمون بالنعناع وفي بلح باللبن والكلام ده، ولكن انا ما جربتش كل ده بصراحه. عايزين نجرب الكلام ده كله، اكتبوا لي تحت في الكومنت ونجرب بقى ايه منتجات مزارع دينا كلها بقى هنا يا زميلي. نجرب دينا كمان ذات نفسها، نجيب مزارع دينا ودينا بقى. حبيت اعمل الفيديو ده جزء تاني لان انا حاسس ان انا ظلمتهم مزارع دينا، لان في ناس كتير قوي ما تعرفش اصلا الايس كوفي ده، وكانت مستنيه المراجعه بتاعتي لما لقيت طبعا اللي هو بايظ والكلام ده قفلت منه يعني. بس انت اهم حاجه ان انت تشوف تاريخ الصلاحيه بتاعته، لان ده مهم جدا جدا، 7 ايام فقط تاريخ صلاحيه، فلازم تكون متاكد كويس جدا جدا من تاريخ الصلاحيه وما تغلطش نفس غلطتي. ايس كوفي ده جامد جدا جدا، لازم تروح تجربه وتقول لي رايك تحت في الكومنت، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل عيد ميلادي. ويروح بقى بس على انستجرام، لان هناك انا اكتف جدا جدا وبنزل ستوري كده كتير قوي، وبفكر اعمل كده اللي هو ميني فلوج ريلز كده والكلام ده. لو حابين الموضوع ده ممكن تروحوا تتابعوني هناك بقى، لان الموضوع هيبقى جامد جدا جدا. وكالعاده دوسا كوتش، سلام عليكم.